طنان من المتفجرات ألقاها الجيش الإسرائيلي على هذا المربع السكني في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، وهو ما خلف الدمار الكبير بمنازل المواطنين في هذه المنطقة، ومن ضمن المنازل منزل يعود لعائلة ياغي، وهو الذي دمره الجيش الإسرائيلي على رؤوس من فيه من السكان، وهو أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وكذلك من بينهم أطفال وأيضا نساء. نتحدث الآن مع شاهد عيان من المنطقة حول الذي جرى. يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم يا عم. الله يرحمهم ويرحم كل شهدائنا يا رب، وتغمدهم بالرحمته يا رب. والله اللي صار مش عارف ايش اقول لك، قاعدين مسلمين امنين الساعة 8 ما لقينا الا صوت انفجار هز المنطقة، هز زي ما انت شايفة كيف معالم المنطقة ضاعت كلياتها، وراح فيها شهداء وقدرنا نطلع 17 نفر، واللي نجا من كل العيلة كلياتها حوالي بس 5-6 انفار او 7 الله اعلم، وهم حالتهم حرجة في المستشفى. من عائلة ياغي؟ من عائلة ياغي كلياتنا. كان في واحدة من دار هي وابنها من سكان كانوا مقيمين في السعودية، اجوا نزحوا هنا ومش عارفين يطلعوا دار السويركي والله يرحمهم هم التانيين. كانت فيها حوالي أكثر من 40 نفر في البيت، يعني مسلمين مأمنين ما فيش أي مشاكل. يعني اللي عرفناه أنه كانت هذه المنطقة مخلاة من الناس بعد عملية التوغل، لجأتم لدير البلح. وعدد لجأ لمدينة رفح، لدير البلح ورجعنا تاني بعد ما قالوا أن المنطقة صارت خضراء وصار مش يقولوا بس هاي الناس نرجعت، وفعلا لقينا أهل المنطقة كلياتهم رجعنا تاني يعني، وما فيش أي مشاكل والحمد لله رب العالمين. راحوا شهد إيش بدنا نعمل يعني؟ أنا إيش بدي أحكي؟ أنا هدول أولاد عمي وبنت خالتي وقرايبي أقرب الناس إلي، وأنا بيتي هيو هذا تدمر، طلعت أولادي من تحت الأنقاض الحمد لله رب العالمين، هيهم في المستشفى المكسورين والمجروحين وربنا يشفيهم يا رب الحمد لله. وزي ما أنت شايف المنطقة كيف يعني، بدهاش أي معلومة يعني، لا إلهم في أي حاجة ولا إلهم في أي مشاكل، وراحوا فيها الحمد لله على سلامتكم يا عم. إذن الجيش الإسرائيلي يستهدف المواطنين أينما ذهبوا وأينما حلوا في قطاع غزة، حتى عندما يعودوا إلى بيوتهم في القطاع. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، بلدة الزويدة وسط قطاع غزة.